ازاي؟ كان عندهم كبسه امبارح على تجار سلاح، رفاعي استشهد وزناتي اتصاب. حد غيرهم جرى له حاجه؟ لا يا فندم. الواد زناتي فين دلوقتي؟ في المستشفى. طب يلا بينا. على فين يا باشا؟ زياره المريض واجبه برضه، ده واحد من رجالتنا. لا ايه؟ ماشي يا باشا. لله السلامة يا زناتي، الحمد لله جت سليمة. الله يسلم عمر سعادتك يا باشا، ده احنا زرنا النبي. والله سعادتك وريك عليا حلفاء، لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزيارة دي كنت ضربت نفسي بالنار من زمان. يعني انت اللي ضربت نفسك بالنار ولا ايه؟ لا يا باشا انا ما اقصدش لمؤاخذة، انا قصدي يعني لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزيارة دي كنت ضربت نفسي بالنار. يا سيدي اهو من غير ضرب نار، ان شاء الله الفترة اللي جاية هنشوف بعض كتير قوي. هتشرف بسعادتك يا باشا طبعا. تسلم يا زناتي. بالمناسبة قال الله في رفاعي قالوا انه كان صاحبك وحبيبك قوي. الا كان صاحبي يا باشا، ده كان اكتر من اخويا الله يرحمك يا رفاعي. والله يا باشا وريك على حلفاء ما مصبرني على المصيبه السوداء دي غير انه مات شهيد، زمانه متهني في الجنه ونعمها. ربنا يكتبها لنا. ولا انت ما تحبش نهايتك تبقى زي نهايه رفاعي؟ اعوذ بالله يا باشا، ربنا ينولها لنا وانا طول يا رب. المهم احكيلي بقى ايه اللي حصل. اقول لسعادتك يا باشا. اتفضل. احنا نزلنا مأمورية وتحركنا زي ما طارق بيه حاطط الخطه بالظبط. طارق بيه ده ابن حلال قوي، واضح انه بيحبك. وانا والله يا باشا ربنا يعلم انا بحبه زي اخويا الكبير تمام. المهم كمل. بس سعادتك اتحركنا مع المرحوم رفاعي، دخلنا زوق ضلمه كده ومشينا جنب الحيط عشان نوصل في اخره للسور، السور بتاع البيت لمؤاخذه يعني، وننط جوه لحد ما بقيه الرجاله يحصلونا من الناحيه الثانيه. وكان قرار مين بقى انكم انت ورفاعي تخشوا من الزقاق؟ ما انا قلت لسعادتك يعني طارق بيه هو بيحط الخطه. ايوه يعني هو كان قرارك انت ولا قرار رفاعي ولا قرار كنتوا الاثنين ولا قرار طارق بيه؟ يعني سعادتك هو يعني كان قراري وقرار طارق بيه، بس سعادتك طارق بيه ليه طريقه معينه كده يعني في الشغل، يعني بيفكر مع رجالته بصوت عالي عشان نوصل لاحسن نتيجه يعني. ديمقراطيه يعني. على فكره الديمقراطيه حلوه قوي في الشغل. قلت لك انه بيحبك وبيثق فيك وبياخد رايك اهو في كل حاجه. وبعدين؟ بس سعادتك اول ما اتحركنا والمرحوم رفاعي في الزوق الضلمه ابتدى ضرب النار من الناحيه الثانيه، مشينا جنب الحيط عشان ما حدش يحس بينا. بعدها طلع في الضلمه كده عيل من عيال المعلم ابو سنه ولاد الحرام وضرب رفاعي بالنار وجري في الضلمه على غفله. يا ساتر على غفله؟ طب انت عملت ايه؟ انا طبعا اتخذت سعادتك اول ما شفت المرحوم الله يرحمه سايح في دمه ما بقتش عارف اعمل ايه. فاهمك يا زناتي. وبعدين؟ قلبت فيه يمين وشمال لقيته قاطع النفس يا ولدها، عرفت انه قابل وجه كريم. قمت اضرب نار بشكل عشوائي كده في الضلمه. الواد كان خفي في الضلمه الدنيا ككح لسعادتك. طب وانت اتصبت ازاي؟ ما انا هكمل لسعادتك جاي لك في الكلام اهو. تعالى انا مستنيك. وانا ماشي سعادتك كده طلع عليا في الضلمه عيل تاني. ده واد تاني غير الواد الاولاني اللي ضرب رفاعي بالنار. سعادتك دوك هخف في الضلمه معرفش راح فين مصيبه. باب الحرام. كمل يا زناتي وبعدين. المهم سعادتك من هنا وقعنا في الارض لما الواد نط عليا في الضلمه والطبنجه وقعت من ايدي. هو شد وانا شد وكان في فرد بلدي لمؤاخذه في ايده. راح ضربني بالنار. سحت في دمي وهو جاري ورا زميلي. باب الحرام. كمل يا زناتي وبعدين. بس سعادتك حاولت اوقف النزيف لحد ما الرجاله جولي. على كده بقى العيال دول اللي اتمسكوا مع العيال اللي اتمسكوا في بيت ابو سنه هربوا. ولاد الحرام في رجاله كتير هربت يا باشا. هم ولاد الحرام صحيح هيعرفوا يهربوا اكيد. مش فاهم مؤاخذة سعادتك. يعني اللي يعرفوا يقتلوا رفاعي ويضربوه بالنار اكيد ولاد هرمة ولاد حرام. ولاد الحرام دول اكيد هيعرفوا يهربوا. بس هيروحوا فين يا باشا؟ ورحمه رفاعي مع حسابهم وهجيبهم واخد طاري منهم واخد طار رفاعي كمان. اصلك ما تعرفش يا باشا وكان بالنسبه لي ايه؟ كان اكتر من اخويا الله يرحمك رفاعي. الله يرحمه. الحمد لله على السلامه يا ماما. الله يسلمك يا حبيبتي. والله البيت كان مظلم من غيرك. انا افتكرتك هتقعدي مع سامح شويه. اكتر من كده يا دوبك يا بنتي. انا من ساعه ما خلصت العمره وانا قلت يا دوبك بقى انا عايزه انزل مصر وحشتني قوي. وبعدين كمان ما يصحش اسيبك في الظروف اللي زي دي. ظروف؟ ظروف ايه؟ بسم النبي حارس وسليم.
واحنا مالنا مال سليم؟ مش هرب؟ اضمن منين انا بقى انه ما يتعرض لكيش؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ما هو مجرم. اولا سليم مش مجرم، ثانيا مش معنى ان انت مش بتحبيه انك تصدقي عنه اي حاجه تتقال. الناس كلها بتقول كده مش انا، ان هو مجرم وقتل قتله كمان. كذب وظلم بقى. انت عايزاني اكذب كل الناس واصدق ابن ناديه؟ والله يا فريده ده لو كان ساحر لك ما هتدافعي عنه بالطريقه دي. يا ماما يا ماما، انت عاشرتي سليم ومربياه من وهو صغير، ما ينفعش تصدقي ان هو يعمل حاجه زي كده. ولما هو بريء ومظلوم هرب ليه؟ علشان ما كانش عنده حل تاني، ولا انت عايزاه يقف يتفرج على نفسه لحد ما حبل المشنقه يتلف حوالين رقبته؟ فريده، هو المخفي ده كلمك؟ لا طبعا. امال انت جبتي الكلام ده منين؟ من جوايا يا ماما، من نفسي، من عشرتي لسليم ومعرفتي بيه، من الايام والسنين، من واحنا صغيرين لحد ما كبرنا مع بعض، من الخير اللي ساعدنا بيه مامته انا وهو، من جمايله اللي مغرقه الكبير قبل الصغير، واولهم احنا. سامح اخوكي، عنده حق، احنا فعلا ما ينفعش نسيبك لوحدك اكتر من كده. تفتكر يا ست اللواء ان كل اللي بيحصل ده مجرد صدفه؟ يعني صدفه ان رفاعي هو الوحيد اللي يموت من الرجاله في الحمله دي، وان زنات يبقى موجود برضه صدفه؟ ده واد كذاب وملاوع، كذاب وملاوع وبتاع ثلاث ورقات. فاكر يا ست اللواء؟ فاكر زمان يا ست اللواء لما كنت بتقول لي يكاد المريب أن يقول خذوني أهو الواد ده؟ لا وإيه؟ كذبه متستف قوي. بس تفتكر يا ست اللواء أنهم هم اللي بيعملوا كل الحاجات دي وبيرموها على سليم عشان يداروا على حاجات تانية وترمخوا على الموضوع كله وتلبسوها في الآخر لسليم؟ عارف؟ عارف يا ست اللواء؟ أنا أحياناً بسرح بذهني كده وبتخيل إن سليم هو اللي بيقتل كل الشهود اللي شاهدوا ضده، بس اكتشفت إن ده فيلم هندي مش راكبة يعني معايا. ده احنا مستنيين النيابة والطب الشرعي، اللي انا متأكد انهم مش هيجيبوا اي نتيجة ايجابية. عارف يا ست اللواء، انا ايه اللي سخنني قوي على سليم وخليني مصر ان اقبض عليه واقدمه للمحاكمة؟ انا شايف انه شبه اللي ظلمك زمان، لكن بعد ما اتأكدت انه مظلوم قررت احط ايدي في ايده وافضل معاه لحد ما اثبت براءته، عشان اللي حصل لك زمان ما يحصلش لاي حد تاني. صباح الخير. ايه اللي في ايدك ده؟ ابدا، ده انا جايبه لمهند الجرنان. جرنان؟ يا ست ام هند، لو ما جبتلهاش الجرنان كل يوم الصبح تطين عيشتي. اصلها بتحب النظافه زي عينيها، لازم كده تفرش الجرنان تحت الاكل في الثلاث طقات. ماشي، تبات الجرنان ادولها. لا ما اقدرش، ما انا بقول لك تطين عيشتي. يا ستي ما تخافيش، هات انا ادولها. ما تقلقيش، روحي انت.
مديريك. انت متسلط عليا ولا ايه؟ جرى ايه يا حاج؟ ما تهدى شويه، احنا في المكتب. انت مش سامع كلامه انا جد؟ ايه؟ انتوا فاكرين اني سفاح ولا قتل وقتل؟ معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا عم الحاج؟ ده انت سيدي الناس. شوف الواد وبروده. لازمتها ايه السخونيه بس يا عم الحاج؟ وبعدين انا مش عارف سعادتك زعلان ليه يعني؟ لو حد المفروض يزعل يبقى انا يا حاج. انا اللي خسرت صاحب عمري بسبب ورطتي معاكوا يا حاج. نعم يا اخويا. خسرته. ليه؟ مات لوحده اياك. ده لا مؤاخذه ما ماتش لوحده يا حاج. بس انا بسبب ورطتي معاكوا عشان تحموا تامر بيه لا مؤاخذه عملت اللي محدش في الدنيا يقدر يعمله. انت هتعد عليا يا جمال ياك بالمصايب اللي عملتها؟ ده اللي كان ناقص. يا حاج زناتي ما يقصدش، هو احنا في بينا جمايل برضه؟ لا لا مؤاخذه يا متر، مفيش جمال بس في بينا حسابات، والمثل بيقول لو كنت اخواتي اتحاسبوا. انا وصلني نص مليون جنيه، فاضل لي نص، واظن كده ما فاضلش حاجه. رفاعه تايسون الله يرحمه، وسليم هربان ومتورط في القضيه وما عندوش خرم ابره، يبقى كده ما فاضلش غير احنا الاربعه، انا وسعادتك والحاج لطفي وحماد بيه. انا اللي عندي خلص كده، فاضل اللي عندكم لا مؤاخذه. هات الموبايل اللي عليه الفيديو وخد بيد حسابك وانفضها سيره. لا لا مؤاخذه يا عم الحاج، الا الموبايل. الموبايل ده هيفضل في حضني لحد ما اقابل وجه كريم. ده الضمانه الوحيده ان سعادتك الشيطان ما يلعبش في دماغك وتسلمني وتقول اخلص منه من قرف. عيب كده يا زناتي، واحنا برضو ممكن نعمل معاك كده يا ابني. وما تعملوش كده ليه يا متر لا مؤاخذه؟ عشان تقطعوا عرق وتسيحوا دم. انا شايف في رقبتي روحين، وعارف لما اظن نفر مننا لما يخاف ممكن يعمل ايه. احنا كده الليله خلصت، اخد فلوسي ولا مؤاخذه ابو الحاج يعزلنا على اكل الكباب وكفته ونيفه كده، ومناسبه ان الليله السوداء دي خلصت. امين. ماشي يا زناتي، وفوق الكباب وكفته والنيفه لحمه راس. يدوم عزك يا حاج. قتلوا الرفاعي يا ولاد الكلب. هد نفسك يا بيبا، خلاص هي كده كده باظت. حاسس اني بجري ورا شياطين، كل ما امسك خيط يقطعوه يقفوا يتفرجوا عليا ويضحكوا. واحد الله يا بيه، ربنا اكبر من كل دول، وايده مع المظلوم. لا اله الا الله. زلاتي هو اللي قتل الرفاعي. يا نهار اسود، ازاي؟ مش انت بتقول انهم اصحاب الروح بالروح؟ زلاتي ملوش صاحب، ده عيل وسخ. مش بعيد كمان هو اللي كان قتل تايسون، حتى لو مش هو اللي قتل اكيد سلم له تجار السلاح اللي كانوا رايحين يجيبوه. لا حول ولا قوه الا بالله، هو نصيبنا كده وخلاص؟ لا يا ابراهيم، مش نصيبنا ان احنا نفضل هربانين زي المطاريد ولا نندب زي الولايه. طب والعمل يا بيه؟ حد امي ما هيسيبه. والله كان وحشني اكلك يا ماما. يا بكاشه، انت عارفه امك برضو بتاكل من الكلام ده؟ ده مين اللي حماته وبتحبه؟ قصدك مين السخيف اللي جاي لنا على الغدا؟ مساء الخير يا نسا فريده. يا ترى ممكن اخد من وقتك خمس دقايق بس؟ مين يا فريده؟ ده الظاهر يا ماما ان انا قافله على حد، بس هروح احرك العربيه واجي على طول. انا اسف جدا يا نيسه فريده، ما كنتش اعرف ان والدتك رجعت بالسلام. ليه؟ وهي رجاله حضرتك اللي ماشيه ورايا ليل ونهار، ما قالتلكش اني رحت اجيب ماما من المطار؟ لا الحقيقه بلغوني، بس يمكن من كتر الشغل نسيت. خير يا صلاح بيه؟ ابدا، انا بس مندهش، انت ليه ما دخلتنيش وعرفتيني بوالدتك؟ وهو انت جاي علشان تتعرف على والدتي؟ لا مش القصد يعني، بس ده تصرف مدهش منك يعني. علشان ماما بتكره سليم وما بتقش تسمع سيرته، وبعدين زيها بقى زي اي ام، اكيد مش هتنبسط لما تلاقي ظابط جاي يحقق مع بنتها. قال بس ان انا جاي احقق معاك يا فريده. امال حضرتك جاي ليه؟ بص يا فريده، انا جاي عشان ابلغك رساله تبلغيها لسليم. وانا اعرف سليم فين علشان اديله رساله. فريدة، أنا متأكد إنك بتتصلي بيه، طالما بتتصلي بيه يعني عارفة مكانه. أنا عاوزك توصلي له رسالة،
تقولي له ان احنا لقينا بعض الخيوط ممكن تؤدي للبراءة ولو جزئيا. اقنعيه بانه يجي ويسلم نفسه، وقولي له ان هقف جنبه واحط ايدي في ايده لحد ما اثبت براءته. لكن طول ما هو هربان كده انا مش عارف اعمل له حاجه. قولي له صلاح الدوخي بيقسم بشرفه انه لو سلم نفسه انا هفضل معاه وهتبقى ايدي في ايده، لكن لو فضل هربان غالبا انا هفضل وراه لحد ما اجيبه وارميه بنفسي في السجن، وساعتها ما افتكرش انه هيعرف يثبت براءته. الواد زي ما يكون مصدق لقى حد يتكلم معاه. من ساعة ما صورت معاه بيكلمني كتير جدا، تقريبا كل يوم بيكلمني يعني. على فكرة بقى، تامر ابو المجد ده زيه زي زياد بالظبط، هما الاثنين ضحية للظلم والافتراء اللي احنا عايشين فيه. انت عندك حق على فكرة. انت عارفة انا هناك انا قابلت ناس كتير جدا، ولاحظت حاجة غريبة قوي. مش تايسون ده كان ديلر وبلطجي وما كانش حد طايقه؟ سبحان الله، أول ما عرف ان سليم الأنصاري هو اللي قتله كلهم اتعاطفوا مع القضية وبقى صعبان عليهم. حتى تايسون هو برضه كمان ضحية للظلم. عارف يا رامي لو كان في عدل تايسون ده كان بقى حاجة مختلفة تماما خالص. كلنا بندفع الثمن، بس كل واحد بيدفع بطريقة مختلفة تماما عن التاني. أنا بجد يا جميلة مش عارف ليه مصر معوضة بالأشكال دي. أحيانا بتخيل يعني لو مصر مفيش حد يعني زي سليم الأنصاري الأشكال دي، تخيل شكلنا هيكون عامل إزاي؟ تخيل إحنا هنبقى أعظم بلد في الدنيا. مصر عظيمة بيك يا رامي، وهتفضل إن شاء الله عظيمة طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض وخايفين على بعض وواقفين في وش سليم الانصاري واللي زيه دول. ربنا معانا ان شاء الله. الواد محمود عمال اكلمه اكتر من 10 مرات ما بيردش. تامر، تامر في ايه يا عم؟ بكلم الواد محمود ما بيردش. معلو امه ما ردش يا شادي، هو انت بتكلم محمود الخطيب يا جدع؟ يا عم مالك قافش عليا كده ليه؟ ما تظبط. مش طايق نفسي يا عم، انا على اخر الزمن اخد عيل سيز زي رامي ده اقعد اشتكي وادلعه ولا كانه امه. امسك. وبعدين انت زعلان كده ليه؟ ما انت طول عمرك حنان حنيه الام، ومفيش احسن من لبن الام. انا استظرف دمنا بقى، هات يا جوينت ده خساره في امك. على النعمه يا شيرين انت بتستحمل على تيم مع الواد رامي ده، بالك انت اللي سيبته عليك هتفك من بعضك كده ومش نعرف نجمعك تاني. تعير رترات ورغاي ويقعد يلوك زي المكنه كده ما بيفصلش. معلش يا ضنايا، ايه اللي رماك على المر؟ وبعدين انت ليك اكل ولا بحلقه؟ ما الواد مصيدك على النت ولا كانك جيفارا. قول لي صحيح يا شادي، وانا شبه جيفارا ده فعلا؟ وريني كده. لا شنبك شبه. والله واحده صاحبتي قالت لي حكايه الشنب ده. هي قول يا تامر، هو انت تعرف مين جيفارا ده؟ طبعا، الممثل الاسمراني اللي هو كان مع شاروخان في الفيلم الاخير. شاروخان؟ انت غبي هفهمها لك ازاي؟ طب انا هجيبها لك بطريقتك. جيفارا ده حد متصيد، عمهم بتاع الثورجيه. عرفته يا اللي هو شبه بوب مارلي ده. عمو انا اصلا ناقص صيت، ده انا تامر لطفي عبد المجدي ده اللي صيته جاي من الجياره للعمرانيه لاخر شارع العرب. استنى استنى. الو، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ في البيت معايا شادي. شادي انتيم يا بنتي، ما انا حكيت لك عنه 50 مره. تعالي وماله؟ لا يزعل، يزعل من ايه؟ انت اصلك ما تعرفيش شادي. شادي ده شاب متفاهم ومتعاون ومتزوج، ده عمهم بتاع الثورجيه. هو اصلا عنده مشوار مهم لسه كان بيقول لي. مش انت يا ابني عندك مشوار ومستعجل؟ لا انا لا يا حبيبتي، معاكي معاكي. طيب مستنيكي. ماشي يا زلابي، يلا ما تتاخريش. سلام. انطر يا ابن الظريف عشان في ناس جايه لي. لا انطر انت، انا مستني الزلابي. طب والله ده شيء يسعدني حبيبي. استنى انت بقى الزلابي وانا بعت اجيب لك انجل تخدم عليكم. هو الباب الرمادي ده باب الخروج صح؟ هو يا فق. كنت زلابيا كتير. ماشي. سلام عليكم. عيل ضايع. الو. ايوه يا هدى، انا فريده خطيبه سليم انصاري. الحمد لله. بقول لك ايه، ركز معايا كويس قوي، عايزك في حاجه مهمه قوي. لا لا يا ست الكل، ما تحمليش هم، انا اعرف اتصرف ان شاء الله. تمام. بس ليه طلب عند سعادتك يعني؟ بكره ان شاء الله اتصل عليا وانا هجيب لك الرد باذنك يا رب ان شاء الله. مع السلامه يا ست الكل. مع الف سلامه. مع السلامه.
مين دي ست الكل؟ مين اللي هترد عليها بكره؟ وهترد عليها تقول لها ايه بقى ان شاء الله؟ انت بتلعب بدلك يا حوده؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه يا ديل؟ ايه اللي انا هلعب بيه يا ست؟ انا متجوزك، ده اللي اتقطع خلاص. ما تكونيش في الكلام يا حوده، مين اللي كنت بتسبلها في التليفون دي؟ لا انا هقوم اغير واتكل على الله وانزل. تنزل؟ كده عيني عينك رايح تقابلها كده قدامي؟ عادي كده يا حوده؟ لا مش عادي. وانا بغير هدومي هفهمك انا عايز ايه وهعمل ايه، ماشي؟ السلام عليكم. ماشي يا حوده، بس اعمل حسابك بقى لعلمك مش هتعرف تكوني بكلمتين زي كل مره، عشان انا المره دي زي ما بيقولوا ماسكك متلبس. روق كده يا سليم بيه، ما تشيلش هم، سيبها على الله وبكره تروق ان شاء الله. لو مؤاخذه يعني رغم العكه اللي انت فيها، لكن والله مرحوم يا بيه. انا مش عارف اعمل ايه يا بيه، ده انا ورايا هم ما يتلم يا بيه. بس هقول ايه، ده قدر وسايبها على الله عشان ما تقهرش. انت يعني يا بيه على الاقل اهلك ناس كبارات ويقفوا في ظهرك، مش محتاجين منك حاجه. إنما أنا وقعتي سودة يا بيه، ده أنا ورايا كوم لحم ولاية يا بيه، من أصغر عيلة قد كده لأكبر واحدة فيهم ما يعرفوش أي حاجة عن الدنيا. بس هعمل إيه يا بيه؟ بقول بقى ده قدرنا كده وسايبهم أمانة في إيد ربنا. عارف يا سليم بيه لو مؤاخذة يعني أنت ناقصك إيه؟ شوية إيمان وتسيبها على ربنا. يا رب إبراهيم أنت كفرنا على المسا يا جدع، ما تسيبني في حالي انا مش ناقص. لا يا بيه والله انا مش قصدي، انا قصدي يعني ان سعادتك يعني والسلطه والهيلمان اللي انت فيه مخليك يعني مفكر ان انت تقدر تعمل كل حاجه لوحدك، يعني ما تعودتش تسيبها على ربنا. مشكلتك يا ابراهيم انت فاهم غلط، انا زي زيك بالظبط وعندي مشاكل كتير، وامي واختي اللي في البيت دول يعلم دلوقتي عاملين ايه من غيري. تعرف يا ابراهيم انا دخلت كليه الشرطه ازاي؟ ازاي يا بيه؟ أنا عمري ما حد ساعدني ولا يقف في ظهري ولا عمل لي حاجة. أنا عملت كل حاجة بنفسي. حتى أبويا الله يرحمه لما صمم إني أدخل كلية الشرطة قلت له ماشي. كلم لي حد من معارفك في الداخلية، قال لي لا. قال لي هتروح زيك زي أي حد. هتروح وتتعب وتشقى لحد ما تبقى ظابط. سمعت كلامي. ورحت الكلية واترفضت أول مرة، ورحت تاني مرة نمت قدام الكلية عشان أدخل أول واحد الامتحان. لحد ما ربنا كرمني وبقيت ظابط. يمكن إحنا الاتنين مش زي بعض. بس احنا الاتنين فينا حاجات كتير شبه بعض. فهمنا ابراهيم؟ فاهمك يا بيه. مين؟ انا حنان، في ضيف جوه وقاعد مستنيكوا. منور يا حوده. تسلمي لي يا ست البنات. والله وحشتنا يا استاذ حوده. حبيبي حبيبي ابو خليل، يا مؤاخذه يا سليم بيه، يعني انا بصراحه قلقت ان انا اعمل تليفون، يكون التليفون متراقب ولا حاجه، فقلت اجي ابلغ سعادتك بنفسي. ربنا يخليك يا حوده، بس هو بس يكون حد شافك وانت جاي على هنا. ايه بس سليم بيه تسال السؤال ده؟ انا حوده سيطره عم الجدعنه، ما ينفعش حد يمشي ورايا، وبعدين انا قلت لسعادتك احنا الشقاوه فينا، بس ربنا هدينا. شفت يا بيه؟ انا مش لسه بقول لك سيبها على ربنا وهو يفرج علينا؟ هو الحمد لله. الراجل اللي حطك في دماغه ابتدى يحس ان انت مظلوم. وانا اعمل ايه باحساسه يا ابراهيم؟ ده انا بعد ما غيرت له دماغه رجع عطل لي عقده في المنشار. قال لي اسلم نفسي يا اما كل اللي بعمله ده يروح على ما فيش. مش يمكن المره دي ناوي يساعدك بجد ويقف جنبك؟ حتى لو ناوي اضمن من انه هو يقدر يساعدني، اذا كان مش عارف يساعد نفسي. وبعدين حتى بعد موت رفاعي ده الموضوع بقى صعب قوي. طب لو مؤاخذه يا سليم بيه، يعني انا اروح للاستاذه فريده اقول لها ايه؟ قول لها الرساله وصلت. سيبوني بس شويه كده افكر ممكن اعمل ايه. اتفضل يا سليم بيه. طيب سعادتك تأمرني بأي خدمات؟ ربنا يخليك يا حوده، أنا عايزك بس تخلي بالك وما تخليش حد يشوفك وأنت جاي على هنا، ده لو حد شافك كلنا نروح في 60 داهية. تلاقي سعادتك، طيب اتكل أنا على الله. طب ما تشرب الشاي يا حوده. وقت تاني يا ست البنات. يلا بينا، شوفي لي كده السكة. من عينيا. تأمروني بأي حاجة؟ الله يخليك يا ست حنان. اتفضل. اتفضل يا ست الكل. اتفضل يا ست. اتفضل يا حوده. يا ترى صلاح توخي ناوي لي على ايه؟ اظن انا كده عملت اللي عليا وزياده يا سياده اللواء. الكوره دلوقتي بقت في ملعب سليم. لو هو عاوز يساعد نفسه يبقى لازم يسمع الكلام. لكن لو فضل مصر على اللي في دماغه وراكبه العند بالشكل ده، انا مش مسؤول عن اي حاجه تحصل له بعد كده.
وأنا شخصياً بريء من دم. إيه يا ست اللواء؟ شكلك مش عاجبك كلام يا ست اللواء. وأنا مش هخاف عليه أكتر من نفسه.